بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنواصل تقديم سلسلة المحاضرات الخاصة بالكمبيوتر Organization and Architecture، تنظيم وبناء الحاسب، واللي بنعيد تقديمها بشكل جديد من كتابنا المميز بتاع ويليام ستالينج. شابتر 2 خلاص انتهى، والحمد لله بنبدأ اليوم شابتر 3. شابتر 3 بيتكلم على Top Level View of Computer Function and Interconnection، واليوم هنتكلم على Part 1 فيه، والخاص ب الانستراكشن فيتش اند اكسكيوت. هنتكلم على الانستراكشن فيتش اند اكسكيوت. الاجنده بتاعتنا اليوم ان شاء الله هنتكلم فيها على حاجه اسمها الهارد وايرد بروجرام، ودي فكره ان يبقى عندك تاسك او فانكشن معينه زي الاد، بعمل ادنج، بعمل سامنج لتو نمبر. فالمفترض ان انت بشكل ما كنت بتروح تجيب الهاردوير الخاص بدايره الجمع وبتصمم دايره الجمع. لو الفانكشن بتاعتك اتغيرت فالمفترض الهاردوير بتغير. اللي حضرتك بتعمله دلوقتي وكأنك بتعمل هارد وايرد بروجرام، او بتكتب برنامج باستخدام الهاردوير. هنبدأ فكرة بروجرام كونسبت، ودي اهم ميزة في الكمبيوتر بتاعنا الجنرال بيربوس كمبيوتر، اللي هو عبارة عن كمبيوتر او هاردوير جنرال بيربوس. يعني ايه جنرال بيربوس؟ يعني اقدر ان انا استخدمه في اكتر من حاجة بناء على فكرة مين؟ بناء على فكرة البرنامج. طبعا هيساعدنا في ده حاجة اسمها الكنترول يونت، وداخل الكنترول يونت حاجة مهمة جدا اسمها الانستراكشن ديكودر. دي حاجة مهمة جدا اسمها الانستراكشن ديكودر. ثم هنبدأ نتكلم على الكمبيوتر كومبوننت، وهنشوف التوب ليفل فيو، هنشوف حاجة سمعنا عنها قبل كده اللي هي الخاصة بالانستراكشن سايكل. وكنا اتكلمنا في الانستراكشن سايكل كان عندنا ثلاث حاجات: بنعمل فيتش، وقلنا فيتش أول حاجة، وبعدين بنعمل ديكود، وقلنا الفيتش دي يعني جت، يعني حضرتك بتروح تجيب الانستراكشن بتاعك من الميموري، ثم بتعمل له ديكود، بتفك الشفرة، ثم البروسيسور بتاعك هيعمل مين؟ هيعمل اكسكيوت. هنعرف ان في خلال السايكل دي ان حضرتك بتعمل فيتش، ثم بتعمل ديكود، ثم بتعمل اكسكيوت. اوكي، هنشوف ان حضرتك في خلال السايكل دي البروسيسور بتاعك او السي بي يو بتاعك بيبقى فيه جزء بيعمل فيتشنج، ده جزء من السايكل بتاعته، الوقت اللي هياخده عشان ينفذ. اوكي، والجزء الاخر هو عبارة ان البروسيسور بيعمل مين؟ بيعمل اكسكيوت. فكأن ده سايكل كلها على بعضها سايكل، ده الجزء الاولاني بتاع الفيتش، وده الجزء بتاع الاكسكيوت. تمام، بعد كده هنشوف مثال انا شايفه مثال مهم جدا 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 عشان حضرتك تتخيل ايه اللي بيحصل داخل الكمبيوتر. المثال ده غايه في الروعه، اللي هو البروجرام اكسكيوشن اكزامبل. طيب تعالى نتكلم على حاجه مهمه جدا. طبعا حضراتكم عارفين دلوقتي حاليا ان كل اجهزه الكمبيوتر الحديثه اللي موجوده معانا كلها بشكل ما مبنيه على الكونسبت بتاع مين؟ بتاع فون نيومان. قلنا ده الاب بتاع الكمبيوتر او الاب الروحي بتاع الكمبيوتر بتاعنا. الديزاين بتاعه الى الان رغم الحداثة اللي بتحصل والتقدم اللي بيحصل في الكمبيوتر، لان كل الكمبيوترز شغالة على فكرة البروجرام ستورد كونسبت. بروجرام ستورد كونسبت. وقلنا الفكرة بتاعتنا دي مبنية على ايه؟ فكرة او الديزاين بتاع فون نيومان او الاركتكشر بتاع فون نيومان مبني على ثلاث حاجات. اول حاجة ان الداتا والانستراكشن موجودين كلهم داخل مين؟ داخل الميموري. يعني حضرتك عندك داتا وعندك انستراكشن، والاتنين موجودين جنبا الى جنب داخل مين؟ داخل الميموري. الحاجة التانية كمان، الميموري بتاعت حضرتك دي ادريسابل. يعني ايه ادريسابل؟ يعني لو حضرتك رايح على بشكل ما دي الميموري بتاع حضرتك، اوكي، فاي لوكيشن فيها المفترض عشان تكلمه له مين؟ له ادرس، وطبعا في كونتنت كمان بغض النظر عن البيانات اللي في الداخل. يعني سواء كانت معاك داتا او انستراكشن موجوده داخل الرام او داخل الميموري بتاع حضرتك، فبغض النظر عن الموجود داخلها لابد من وجود مين؟ لابد من وجود ادرس. وقلنا الادرس ده بشكل ما اللي مرتبط بيه كان البروجرام كاونتر، وكان فيه الميموري ادرس ريجستر. لو احنا فاكرين الريجستر او مسجلات البيانات الموجوده داخل البروسيسور بتاع حضرتك. كمان الحاجه الثالثه في نفس الكونسبت بتاع الستورد بروجرام،
هي فكرة ان الاكسكيوشن بيتم بصورة سيكوينشال. يعني ايه سيكوينشال؟ يعني حضرتك لو ده البروجرام بتاع حضرتك، فانا هشتغل على اللاين الاولاني، ثم اللاين الثاني، الاستراكشن الرابع، ثم الاستراكشن الخامس، وهكذا، طالما ان حضرتك ما بتغيرش. يعني ايه ما بتغيرش؟ يعني ما عندكش جمل كونديشنال، او ما عندكش برانشز، او ما عندكش جامب، او ما عندكش اف ستيتمنت بشكل كبير، ولو بنتكلم على الهاير ليفل لانجوج. طيب تعال نشوف فكره ان احنا بنتكلم في الهارد وايرد. يعني ايه هارد وايرد؟ الهارد وايرد بروجرام، حضرتك معاك زي ما كنا بنعمل في الكومبينيشنال لوجيك سيركت، كنت بتروح تعمل دايره مثلا هاف ادر فول ادر، بتعمل دايره، بتعمل مثلا ديكودينج، بتعمل دايره ديكودر، يعني بتعمل انكودر، بتعمل مالتيبلكسنج، بتصمم دايره بتضرب رقمين في بعض. كل ده كنت بتروح تجيب الكومبوننت وتصمم وتعمل الديزاين وتعمل الامبلمنتيشن وتتشك، وفي الاخر تطلع دايره هاردوير وتروح تحطها على برينتد سيركت بورد. بقى خلاص الدايره بتاعت حضرتك محتاجه منك ان انت مجرد ما تدخل الانبوت يطلع الاوتبوت اللي انت مصممه، وتقدر تعمل فيريفيكيشن لده. بس لو حضرتك غيرت الديزاين، يبقى انت المفترض هتروح تشتري اي سيز مختلفه، وهتشتري كومبوننت مختلفه، وبالتالي الهاردوير بيختلف. حتى وان كان الديزاين بتاعك طلع صح، ربما الديزاين يبقى غلط، وبالتالي الاي سيز اللي انت صممتها وعملت لها ديزاين وامبلمنتيشن هتبقى غلط. يبقى الوقت الدايره الهاردوير مرتبطه بالديزاين اللي حضرتك عملته. ولو جه عليك وقت غيرت الديزاين، هيبقى المفترض ان الهاردوير اللي معاك ربما ما يكونش ليه لازمه، او تقدر تستعمل جزء منه والجزء التاني تغيره. طبعا الموضوع صعب جدا. الفكره اللي بنعملها دي حاليا يطلق عليها الهارد وايرد بروجرام. فالهارد وايرد عباره عن ايه؟ عباره عن البروسيس بتاع الكونكتنج فيريوس كومبوننت. يبقى البروسيس الديزاين اللي انت بتعمله، اوكي، اوف كونكتنج various component. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما قلت لحضرتك ان انت بتجيب مجموعه من دوائر الهاردوير والديفايسز توصلهم مع بعض عشان تحقق غرض معين، فكانك في الاخر عملت بروجرام، بس البروجرام ده بيتحقق in form of hardware. في الاخر انا ما كتبتش كود بالمعنى اللي احنا عارفينه اليومين دول. وبالتالي الدايره بتاعت حضرتك ملهاش الا الانبوت والخارج بتاعك فقط. الدايره بتاعتك هتستقبل، هتاكسبت مين بس؟ اكسبت انبوت وتعمل عليه بروسيسنج عشان تطلع مين؟ عشان تطلع الريزلت. تمام. طبعا زي ما قلنا الهارد وايرد بالامثله اللي ضربناها انفليكسبل، دي حاجه واضحه دلوقتي، لان الموضوع مش مرن. لو الديزاين حصل فيه خطا، او الديزاين اتغير، او الاوبجكتيف بتاعك اتغير، الدايره نفسها هتتغير. الحل بتاع الكلام ده، وده مهم جدا في الفيلد بتاع المايكرو بروسيسور والفيلد الخاص بالاركيتكتشر معايا كده، هو ايه بقى؟ هي فكره البروجرام كونسبت. ايه فكره البروجرام كونسبت؟ انا عندي مجموعه من الستبس، عندي سيكونس اوف ستبس، كويس جدا. المفترض بشكل ما لكل بمعنى تاني، يعني بدل ما اعمل ريوايرنج، بدل ما اعمل ريواير ووصل الهاردوير بطريقه ما، لا خلاص انا هعمل ايه؟ انا هيبقى عندي جنرال بيربوس كمبيوتر زي اللي موجود قدام حضراتكم ده. ده جنرال بيربوس اريثماتيك اند لوجيك فانكشن، دايره هاردوير تنفع تشتغل او تشكل بطريقه ما. مين اللي هيتحكم في تشكيلها بطريقه ما؟ هو الكنترول سيجنال. يبقى انا هبصلها كنترول سيجنال، اقول لها والله لو سمحتي اشتغلي دايره جمع، طرح، ضرب، قسمه، اوكي، اجمعي، اسحبي قيمه من الميموري، ارميها على الانبوت اوتبوت، اعملي بروسيسنج. كل ده اللي بيعمله مين؟ اوكي، الجنرال بيربوس. دي دايره اسمها جنرال بيربوس، يعني الاستخدام العام او الشائع او الشامل. اللي هيتحكم في شغلها هو الكنترول سيجنال، هي الكنترول سيجنال. طيب يبقى انت دلوقتي لو عاوز تعمل فانكشن معينه، ايه اللي يحصل؟ مجموعه الكنترول سيجنال دي اللي هتشكل لك الهاردوير، صح؟ كويس جدا. طب ايه رايك لو انا خدت كل شويه كنترول سيجنال بيعملوا وظيفه؟ اوكي، يعني مثلا بقول اد، يبقى الاد هباصي كنترول سيجنال معينه، والله السبتراكشن مثلا هعمل مثلا موفمنت الداتا، اوكي، كل امر من دول او كل شفره من دول، لاحظ الشفرات دي اللي كنا بنقول عليها ايه يا شباب؟ اللي كنا بنقول عليها ان هي الاوب كود، صح؟
او الانستراكشن بشكل ما. يبقى انا عندي الاوب كود او الانستراكشن، اصبح في كل انستراكشن من دول ليه مجموعه كنترول سيجنال، صح كده؟ طيب ايه الحل بقى دلوقتي؟ ان ده ليه كنترول سيجنال وده ليه كنترول سيجنال وده ليه كنترول سيجنال. اصبح الموضوع ببساطه جدا، ان انا هستعيد بدل ما كنت بروح انا اباصي الكنترول سيجنال عشان يشكل الهاردوير بالمفهوم ده، اللي بياخد الانبوت عشان يوديه لمين؟ يوديه للريزلت. لا، انا هعمل ايه؟ هيبقى مجموعه الاكواد اللي انت بتكتبها، اوكي، اللي هي البروجرام، هي دي اللي هتدخل على هاردوير معين. الهاردوير ده بيتقال عليه انستراكشن انتربريتر، اوكي، وممكن نكتبها بحاجه تانية، يعني ممكن نقول ده عشان تبقى الناس فاهمه، ممكن نقول انستراكشن انتربريتر ده اللي هو عباره عن الانستراكشن ديكودر، انستراكشن ديكودر، اوكي. والانستراكشن كود ده هو عباره عن مين؟ هو عباره عن الجزء الخاص بالبروجرام بتاع حضرتك. يبقى ده اصبح هو مين؟ هو البروجرام. البروجرام ده جواه بقى مين؟ جواه اد وموف مثلا، جواه مثلا اد مثلا، يبقى اد دي انستراكشن كود، اوكي. الانستراكشن كود هيروح للانستراكشن انتربريتر يطلع الكنترول سيجنال اللي احنا متفقين عليها بتاعت الاد، يشكل الجزء بتاع الجنرال بيربوس كمبيوتر او الارثماتيك او الدائره اللي بتعمل العمليات الحسابيه والمنطقيه، ياخد الانبوت عشان يبدا يطلع مين؟ ياخد الانبوت عشان يبدا يطلع مين؟ عشان يبدا يطلع الريزلت. هنا كده دلوقتي البرنامج ده او الجزء ده او فكره البروجرام كونسبت كده بياخد منك انبوت، صح؟ وبياخد منك كمان، وبياخد منك انستراكشن كود عشان يبدا يخرج مين؟ يخرج الريزلت. لكن الفكره دلوقتي لو حضرتك الديزاين بتاعك اتغير، اخطات، مش هتروح تغير في الهاردوير، هتغير في الكود. الفانكشن بتاعتك اتغيرت، هتكتب سكريبت تاني او تكتب كود تاني. ودي من اهم المزايا اخوانا بتاعت المايكرو بروسيسور، واهم مزايا الكمبيوتر اللي قدام حضرتك دلوقتي اللي هو مبني على مين برضو؟ مبني على المايكرو بروسيسور. طيب زي ما قلنا ان كل اوبريشن هيبقى له مين بقى؟ كل اوبريشن هيبقى له يونيك كود، صح؟ زي مين؟ زي الاد مثلا، زي الموف، اوكي. وبالتالي الهاردوير سيجمنت بتاعتك هتاكتيفيت الكود، هتاخد الكود وتحول الكلام ده لمجموعه من الكنترول، مين؟ الكنترول سيجمنت. طبعا هنا الهاردوير سيجمنت دي اللي اقصد بيها الانستراكشن ديكودر، والانستراكشن ديكودر ده يا اخوانا انا قلت قبل كده اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن بالضبط كأنه ديكشنري. يعني ايه ديكشنري؟ يعني هو عارف تديله انستراكشن معين يبدأ يفهم ده ويحوله للأمر بتاعه. يعني هديله مثلا باينر سترينج، هديله مجموعة من الوحايد والاصفار، هديله شفرة، يقول لي والله الشفرة دي معناها اجمع، معناها اعمل كذا، اوكي اخوانا؟ طبعا الكنترول يونت كوحدة مع الارثماتيك اند لوجيك يونت بتكون لمين؟ السي بي يو. احنا قلنا قبل كده ان السي بي يو عبارة عن كنترول يونت وعبارة عن مين؟ عن ايه؟ ال يو. كمان الداتا والانستراكشن بشكل ما، احنا فهمنا الوقت من خلال اللي قدام حضرتك ده ان انت في وقت ما محتاج تدخل داتا، او على الدوام محتاج داتا، محتاج كمان انستراكشن، يعني محتاج داتا وانستراكشن، ودول الحاجتين اللي اتفقنا موجودين داخل الميموري. طب الداتا والانستراكشن هتدخلهم ازاي للكمبيوتر بتاع حضرتك؟ يبقى انت محتاج بشكل ما عشان تدخل الداتا والانستراكشن داخل السيستم محتاج انبوت اوت موديول. يعني مثلا محتاج كيبورد مثلا، ده احد الحاجات اللي بنحتاجها، اوكي. كمان البروسيسور بتاعك هيشتغل، طبعا مش هياخد كل امر منك يشتغل، انت بتشتغل من وحده طرفيه، فمش هياخد كل امر منك ويشغله لك على طول والبروسيسور يفضل منتظر حضرتك، لا، على الدوام، اوكي. انت محتاج تمبرري ستورج عشان تخزن مين؟ تخزن الكود. يعني لازم يكون عندك مين يا اخوانا؟ بشكل ما عندك الرام، اوكي، لازم يكون عندك رام، اوكي، عشان تخزن الكلام ده. طيب تعال بقى نتفرج على مين؟ على التوب ليفل فيو بتاع الكمبيوتر بتاعنا. ده التوب ليفل فيو، ده عباره عن ايه؟
اولا عند حضرتك البروسيسور، البروسيسور فيه زي ما حضرتك عارف موجود معاك البروجرام كاونتر ريجستر، موجود عندك اتنين ريجستر مهمين جدا عشان البروسيسور يتبادل البيانات او يشتغل مع المين ميموري، ده البروسيسور بتاع حضرتك ودي الميموري. فالبروسيسور بشكل ما عاوز يشتغل مع مين؟ عاوز يشتغل مع الميموري. كويس جدا، تعالى نغير بس لون القلم. اتفقنا ان لو انت بتتكلم مع المين ميموري فعندك حاجتين مهمين جدا، معاك ميموري ادرس ريجستر، ميموري ادرس ريجستر، ودي اللي بتشيل العنوان عشان تقول له انا عاوز اخاطب المكان رقم كام او اللوكيشن رقم كام داخل الميموري. لاحظ كمان الميموري بتاعت حضرتك فيها ديتا وفيها مين وفيها انستراكشن، ممتاز جدا. طيب الميموري كونتنت، الميموري كونتنت اللي موجود داخل الميموري او اللي البروسيسور هيرسله، يعني ممكن يكون الانستراكشن ريجستر موجود فيه قيمه مثلا، ممكن يكون الميموري بفر ريجستر فيه قيمه، عاوزين ننقل المحتوى ده للميموري او عاوزين نجيب نعمل لودنج من الميموري داخل ريجستر من دول. اوكي، اللي هيعمل الكلام ده او ريجستر البيانيه الوسيطه هي مين بقى؟ هي الميموري بفر ريجستر. ميموري، ممكن نمسح ده، يبقى دي عبارة عن مين؟ أنا آسف، معلش أنا آسف، هي المحاضرة كده كده هتطول عليكم شوية، معلش استحملونا. احنا قلنا هنكتب ده خلاص، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي في مين بقى؟ في الميموري بفر ريجستر. دول الاثنين ريجستر اللي بيتعاملوا مع مين؟ مع الميموري. دول اثنين ريجستر داخل مين يا اخوانا؟ داخل البروسيسور. كمان في اثنين ريجستر داخل البروسيسور للتعامل مع الانبوت اوتبوت موديول. اوكي، في اثنين مهمين جدا للتعامل مع الانبوت اوتبوت موديول، اللي هو انبوت اوتبوت ادرس ريجستر، ده واضح طبعا ان هو ده برضه للادرس. اوكي، يبقى انبوت اوتبوت ادرس ريجستر، وده كمان مين؟ الانبوت اوتبوت مين بقى؟ بفر ريجستر، وهما دول الاثنين اللي بيتعاملوا مع الانبوت اوتبوت موديول. يبقى حضرتك لو عاوز تتكلم مع مكان معين داخل الانبوت اوتبوت موديول هتحط الادرس ده كبروسيسور، تحطه في الانبوت اوتبوت ادرس ريجستر. طب يا ترى هترسل انت للبروسيسور؟ اوكي، هتبعت للبروسيسور ولا البروسيسور هيبعت لحضرتك؟ المعلومات اللي انت هتبعتها دي او هتستقبلها او هتقراها هتبقى موجوده في الانبوت اوتبوت بفر مين؟ في الانبوت اوتبوت بفر ريجستر. تمام، طبعا الميموري بتاعت حضرتك عباره عن زي ما انت شايف عباره عن لوكيشن بشكل ما. اوكي، بتقال عليها بايت ادريسابل. اوكي، وممكن يكون المكان بتاعها عباره عن 2 بايت ولا حاجه، لكن في الاخر هي عباره عن سيت اوف لوكيشن، يعني سيت اوف لوكيشن، وكل لوكيشن ليه محتوى، ليه كونتنت، وكل يعني كل لوكيشن هتلاقي جواه كونتنت، وكل لوكيشن هتلاقي كمان ليه مين؟ ليه ادرس. تمام، طبعا المحتوى اكيد من الداخل، يعني لما تفتح اي محتوى من دول هتلاقي ربما لو انا جاهز ليا ان انا اكتب كده مثلا هكتب 0100 مثلا 1111 0000 مثلا 0110 حاجه شبه كده، فبنتكلم ده على انه 16 بت، عرفنا الويدث بتاع الميموري كام. تمام، وزي ما قلت ان الانبوت اوتبوت موديول بينقل البيانات بتاعته منين بقى؟ من الاكسترنال ديفايس. يعني الانبوت اوتبوت موديول ده حضرتك المفترض تكون فاهم ان انا عندي هنا اكسترنال ديفايس، تعال نخليه كانه شخص يعني، وبيحاول يخاطب مين؟ يحاول يخاطب البي سي. اوكي، ممكن ده عشان نعملها بشكل كويس برضه اسمحوا لي ان احنا نغير ده شويه. اوكي، حاجه بالشكل ده. ونقول والله ان احنا ممكن ناخد لون تاني بقى، معلش قاعد مدلعكم النهارده اهو. اوكي،
ونقول ان احنا الجزء ده اوكي. هنتكلم دلوقتي ان انا عندي بقى في الاكسترنال وورلد، ده الاكسترنال وورلد بيحاول يتكلم مع الكمبيوتر، فهيتكلم معاه من خلال الانبوت اوتبوت موديول، وبالتالي يقدر الانبوت اوتبوت موديول ياخد البيانات. طبعا لوجود اكتر من وحده طرفيه، فالمفترض كل وحده طرفيه هتتفق على مكان ما تتقابل مع البروسيسور. يعني ممكن يكون المكان ده عشان الكيبورد يرمي حاجته هنا مثلا، اوكي. ممكن مكان تاني يبقى مثلا ماوس، ممكن مكان تالت يبقى شاشه. يعني لو حضرتك النهارده كبروسيسور بترمي بيانات على شاشه زي الشاشه اللي احنا بنكتب عليها الوقت دي، الشاشه دي متقسمه الى مجموعه من الصفوف والاعمده، عشان البروسيسور يعرض الناتج على الشاشه بتاع حضرتك، فالمفترض ان كل مكان من ده ليه ادرس، اوكي. وكمان الحاجه اللي هتتكتب ليها فيتشر، يعني مثلا هتكتب حرف تقيل ايتاليك بولد كالرد ولا مش كالرد، صح؟ يعني تصور كل حرف هيبان على الشاشه او كل رقم له قيمه، يعني يبقى 3 ولا 5 ولا 7 ولا ايه كابيتال ولا ايه سمول ولا ايه بالظبط. وفي نفس الوقت ليه كمان فيتشرز او اتريبيوت، يعني ممكن يكون بولد، ممكن يكون ايتاليك، ممكن يكون اندرلاين، ممكن يكون بلينكينج، الحرف بيتحرك قدامك. وبالتالي المفترض البروسيسور بيرمي البيانات دي على الشاشه، طب هيرميها فين؟ الشاشه بالنسبه له عباره عن انبوت اوتبوت، يبقى هيرميها في ادرس معين، ادرس. واضح القصه دي يا اخوانا؟ دي قصه مهمه جدا. كمان لان الانبوت اوتبوت موديول مش هيبقى سريع، لان ده شغال بصوره ما حاجه ميكانيكيه مثلا، فالانبوت اوتبوت موديول مش هيبقى سريع زي البروسيسور، وبالتالي الانبوت اوتبوت موديول محتاج بشكل ما يبقى عنده بفر عشان يخزن مؤقتا البيانات دي، اوكي، لحد ما توصل لمين، لحد ما توصل الى الكمبيوتر. دي حاجه مهمه جدا يا شباب. طبعا كمان عند حضرتك حاجه مهمه جدا اللي هي البروجرام كاونتر. ايه البروجرام كاونتر ده؟ اتفقنا البروجرام كاونتر اللي شايل الادرس بتاع الامر اللي عليه الدور في التنفيذ، ده البروجرام كاونتر، وبشكل ما ليه علاقه بالام اي ار، اوكي. كمان الحاجه اللي انت هتجيبها، يعني البروجرام كاونتر لو جاب حاجه امر، الامر ده هيتكتب فين؟ هيتكتب في الانستراكشن ريجستر، اوكي يا اخوانا. يبقى دي انستراكشن ريجستر، ماشي كده يا شباب، اكتبها بالمره عشان يبقى الشكل واضح لحضراتكم اهو. يبقى ده البروجرام كاونتر، وقلنا البروجرام كاونتر ده شايل الادرس، وده مين؟ وده الانستراكشن ريجستر. طبعا ممكن تلاقي الكلام ده مختلف من ريجستر لريجستر اخر، لكن الوظائف كلها متاحه وموجوده، حاجات كلها موجوده مع حضراتكم بالشكل اللي اتكلمنا عليه. طبعا مهم جدا ان انت وانت بتتعرف على الانستراكشن سايكل، اتفقنا ان الكمبيوتر بتاع حضرتك او اي امر في الدنيا هيعمل ايه؟ بيعمل فيتش، وبيعمل ديكود، وبيعمل اكسكيوت. طبعا انا قسمت دول لان في المعظم دول بيتكلموا عليهم على انهم فيتش، ودول معظم الناس بتتكلم على انهم اكسكيوت. طبعا في بدايه تنفيذ اي برنامج عندك او اي امر، البروسيسور بيروح يجيب الـ 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 الامر بتاعك منين؟ من الميموري. طب هيجيبه ازاي من الميموري؟ طبعا عن طريق مين؟ عن طريق البي سي. فالبي سي هو شايل زي ما قلت ده البروجرام كاونتر، هو شايل عنوان الامر اللي عليه الدور في التنفيذ، صح كده؟ وطالما ما اتقالش لحضرتك هتعمل ايه بعد شويه، فالبي سي بتاع حضرتك اوتوماتيك بيحصل له انكريمنت عشان يجيب الامر اللي بعده. يعني يعني مثلا لو دي الميموري مثلا، اوكي، وانا عند عنوان مثلا اللي انا بكتب العناوين هيكسادسيمال مثلا، لو انا مثلا عند عنوان 0300 اتش مثلا، لو انت كان البي سي في الرقم ده، اوكي، يبقى البي سي كان فيه 0300، يبقى متوقع المره الجايه يكون معمول له انكريمنت، يعني ممكن يكون 301 مثلا. ده الكلام ده في حاله ان الامر بتاع حضرتك 1 بايت، يبقى اللي وراه مثلا هنيكون مثلا 300 واحد، تمام. لكن لو الامر بتاع حضرتك، طبعا لو المحتوى هنا يعني دي 8 بت، اوكي،
الكونتنت هنا 1 بايت. فاذا كان الامر بتاعك 1 بايت يبقى المره الجايه هعمل انكريمنت، يبقى البي في 301 على ال1 بايت اللي بعده. تمام كده يا اخوانا؟ الامر اللي انت عملت له فيتش اوكي هيروح يتحط فين بقى او يسجل فين؟ في الانستراكشن ريجستر. تمام. وبالتالي لما تيجي تبص على اي امر بتنفذ في الدنيا هتلاقي الامر بتاعك بيمر بمرحلتين. مرحله الفيتش اللي احنا قلنا عليها بقى دي مش فيتش بس، دي عباره عن فيتش وديكود، ومرحله مين؟ ومرحله الاكسكيوت. فتلاقي اي امر في الدنيا فيتش نيكست انستراكشن اكسكيوت الانستراكشن. اوكي الجزء ده عباره عن الفيتش سايكل، والجزء الثاني عباره عن الاكسكيوت مين؟ اكسكيوت سايكل. اوكي يا جماعه دول تو ستيبس مهمين جدا، وهي كلها المرحله بيتقال عليها مين؟ الانستراكشن سايكل. ده الانستراكشن سايكل. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا زي ما قلت الانستراكشن اي انستراكشن في الدنيا لما تروح تشوفه بغض النظر عن طوله كام هتلاقي فيه جزء محدد، الجزء ده محدد وثابت، مثلا هو عباره عن طول الاوب كود. يعني الاوب كود بالنسبه لي هيبقى عباره عن ايه؟ وفي طول تاني هنا كده وكانه عباره عن مين؟ عباره عن الاوبيرند او عباره عن الادرس. اوكي يا اخوانا؟ يبقى ده عباره عن الانستراكشن فورمات. يبقى الانستراكشن فورمات هتلاقي مع حضرتك جزء عباره عن الاوب كود والجزء الثاني عباره عن اوبر. طبعا المحتوى اللي انت بتتكلم عليه ده محتوى كله باينري، يعني وحايد وصفار. تمام. طيب الانستراكشن ده زي ما قلت عباره عن مجموعه من البيتس، ايه اللي بتقول البروسيسور هيعمل ايه بالظبط؟ صح كده؟ طيب اللي هيحول الكلام ده او هيفهم الشفره بتاعته هو عباره عن الانستراكشن ديكودر. الانستراكشن ديكودر هو اللي هيعمل ده بالظبط. تمام. طبعا زي ما قلنا ان البروسيسور بتاع حضرتك بالاستعانه بالانستراكشن ديكودر اللي هو عامل زي الديكشنري هياخد الشفره دي ويفهم ايه المطلوب بالظبط. عامه المطالب دي او المطلوب او الانستراكشن ده هتلاقيه بيقع في حاجات في كاتيجوري معينه. يعني ايه؟ يعني الفانكشن بتاعه الامر ده هتلاقيه يا اما مثلا بيعمل بروسيسور ميموري. اوكي بيعمل بروسيسور ميموري. يعني ايه بروسيسور ميموري؟ يعني بينقل البيانات. اوكي بيعمل داتا ترانسفير. داتا ترانسفير بين البروسيسور بين السي بي يو والميموري، او بيعمل داتا ترانسفير برضو. اوكي بين مين؟ بين السي بي يو ومين؟ والانبوت اوت. او بيعمل داتا بروسيسنج، يعني بيعمل لوجيك، بيعمل ارثماتيك. اوكي او بيعمل كنترول. يعني ايه بيعمل كنترول؟ يعني بشكل ما بيغير السيكونس بتاع تنفيذ الاوبريشن. يعني ممكن يعمل مثلا جامب مثلا. اوكي وممكن يعمل كونديشنال جامب ويعمل انكونديشنال جامب. اوكي وممكن الامر بتاعك يكون بيعمل اكتر من حاجه. ممكن الامر بتاعك على حسب الكومبلكسيتي بتاعته ممكن يعمل اكتر من حاجه. تعال نشوف مثال مهم جدا هيوضح لحضرتك، وده اهم مثال بصراحه، مثال كويس جدا جدا رائع. يعني هيوضح لك الكمبيوتر بتاعك بيشتغل ازاي. طيب تعالوا بقى وحوش كده نقول والله ده شكل ده مثال افتراضي. انا عندك الانستراكشن فورمات بتاعت حضرتك. الانستراكشن فورمات عباره عن كام بت؟ عباره عن 2 اللي معانا ده ان البروسيسور بتاعنا فيه سنجل داتا ريجستر، فيه ريجستر واحده فقط. تمام كده. السنجل داتا ريجستر دي اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن الاكيوميليتور. تمام كده يا اخوانا؟ يبقى انت معاك اكيوميليتور ريجستر. اوكي دي اللي بتشيل بشكل ما الداتا. خلاص. شكل الانستراكشن فورمات بتاعنا عباره عن 16 بت، يعني من بت 0 الى بت 15، دول 16 بت.
وبيقول لحضرتك ان الاوب كود 4 بت. طبعا معنى الاوب كود 4 بت لو انت حسبتها هنا الاوب كود بيساوي 4 بت. طبعا لما تروح تشوف عدد الاوامر او النمبر اوف انستراكشن لانهم 4 فلما تبدا تحط الاحتمالات 0 0 0 0 وتوصل تغطي الاربع وحايد يبقى انت بتتكلم في كام بقى 2 اس 4 لو انت بتتكلم في 4 بت يبقى انت بتتكلم في 16 مين بقى 16 انستراكشن صح كده يا اخوانا او 16 ديفرنت كود 16 اوب كود. كمان عندك الادرس بتاع الاوبيروند ما هو ده الانستراكشن كله دول محجوزين لمين للاوب كود. عندك كمان النمبر اوف بيتس بتاعه الاوبيروند كام يا اخوانا بتتكلم فيه 12 12 بت. يبقى ده معناه ان انا اقدر احاطب ميموري كام بقى اقدر احاطب ميموري اوكي بكام تقريبا 2 اس 12 و2 اس 12 بكام احنا قلنا 2 اس 10 بكيلو و2 اس 2 ب 4 يبقى انا بتكلم في 4 كيلو 4 كيلو مكان 4 كيلو يعني 4096 ان شئت الدقه لوكيشن. لو كل لوكيشن ده ببايت يبقى انت بتتكلم في 4 كيلو بايت ميموري. يبقى البروسيسور الافتراضي ده اقدر اتكلم مع 4000 او 4 كيلو بايت عنده ميموري 4 كيلو بايت. الاوامر بتاعتي 16 مع كده الاوامر بتاعتي عباره عن ايه 16 اوب كود كماكسيمم خلاص. طيب لو انت ده لو انت بتتكلم على انستراكشن. لو انت بتتكلم على انتجر فورمات واضح ان هو حاجز مكان عشان الساين واضح كده 1 بت للساين لو فيها واحد يبقى الرقم نيجاتيف لو فيها واحد لو فيها واحد يبقى نيجاتيف واحد يبقى ده معناه نيجاتيف ولو فيها زيرو يبقى ده معناه ايه بوزيتيف. تمام قلت البروجرام كاونتر دي اللي شايله الادرس انستراكشن ريجستر اللي هتشيل الانستراكشن بعد ما تعمل له فيتش الاكيوميليتور هي التمبرري ريجستر او السنجل داتا ريجستر اللي موجوده معانا. تمام هو عطلك كمان بعض الحاجات بيقول لك والله افترض ان الشفرات دي اللي هم الاربعه بت دول كانهم هم الاوب كود فلو في رقم مكتوب كده 4 بت يبقى ده معناه الامر بتاعه لود اي سي فروم ميموري يعني هات من الميموري ارمي على الاي سي ريجستر. يعني الامر ده لو احنا عاملينه بشكل ما لو دي الرام بتاع حضرتك فاول 4 بت دول لما تشوفهم ده معناه ان تجيب من الميموري اوكي هتجيب مين من الميموري بقى هتجيب من الميموري من الادرس اللي مع الامر هتجيب المحتوى ده ترميه فين على الاي سي. ده معنى الانستراكشن اللي هو 3 اصفار 1. فهمنا القصه يا اخوانا. طيب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل كمان بعد كده. هو البرنامج اللي هيبان قدام حضرتك حالا البرنامج ده الهدف منه ان يجمع رقمين. هيجمع رقمين ايه الرقمين دول بقول لي ان البرنامج ده بيجمع محتوى الميموري يعني اروح عند لوكيشن ده عبارة عن اللوكيشن الاولاني في الميموري 940 طبعا هنا عناوين واضح ان هي ربما تكون هيكس ديسمال هيجيب المحتوى اللي عند 940 يجمعه مع المحتوى اللي عند 941 يجمعهم مع بعض ويرجع يكتب الناتج تاني في المكان اللي عنوانه 941 يبقى هيجيب القيمة دي والقيمة دي عفوا القيمة اللي عند 940 اوكي يجيبها ممكن نعملها بشكل افضل من ده معلش عشان الناس ما تلخبطش معانا اوكي هيجيب القيمه اللي هنا ويجيب القيمه اللي هنا يجمعهم مع بعض وياخد الناتج ده يحطه تاني عند 941.
طبعا دي 3 و2 5، يعني بشكل ما هيكتب الناتج بتاعك 5 هنا كده. تمام؟ الكلام ده عشان يتم، بص بقى معايا. احنا في البداية، في البداية البي سي بتاع حضرتك بيقول لك كان فيه كام؟ البي سي كان فيه 300. ده فرض يعني. يعني البي سي في الأول انيشيالي كده دخلت عند البي سي ب 300. بروجرام كاونتر انيشيالي كان بيقول لي فيه 300. ممتاز جدا. احنا قلنا ده البروجرام كاونتر. يبقى المفروض أول ما البرنامج أو البروجرام يشتغل هيروح عند ال 300. ادي البي سي فيه 300. الاكيوميليتور انا لسه بادئ، ما كانش فيه حاجه خالص. تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ لان البي سي فيه 300 كده البروسيسور هيروح يعمل ايه؟ ده هينفذ الامر اللي عليه الدور في التنفيذ. مش ده العنوان بتاع الامر اللي عليه الدور في التنفيذ؟ العنوان ده كام يا اخوانا؟ 300. دي الميموري اهي. يوم البروسيسور رايح عند ال 300 وجايب الامر اللي هناك وضعه فين؟ في الانستراكشن ريجستر. تاني، البروجرام كاونتر عنوان الامر اللي عليه الدور في التنفيذ، هيقوم البروسيسور رايح عامل فيتش للامر ده ويجيبه ويحطه فين؟ في الانستراكشن ريجستر، ويبدا من خلال الانستراكشن ريجستر بالاستعانه طبعا مع الانستراكشن ديكودر يفهم الامر ده بتاع ايه. لاحظ ان الارقام اللي موجوده هنا هيكسا ديسيمال، وبالتالي الامر اللي قدامك ده اهو اللي هو 1940 اول ديجيت فيه ده هيكسا ديسمال. واحنا عارفين في الهيكسا ديسمال ان الامر ده لما تاخده كده بالراحه وتفكه يطلع معاك بالشكل ده. وعارفين كمان ان الاي ار 16 بت، صح؟ اي ار عباره عن 16 بت. كويس جدا. اول ديجيت فيه باربعه، طبعا الديجيت الثاني هيكسا ديسمال هيبقى باربعه اهو، هكتبه لك برضو ولو ان احنا مش بحاجه لده. والاربعه ارجع بقى للباينري بالشكل ده، وده اربع اصفار بالشكل ده. انا عيني على مين بقى وحش؟ ايوه برافو عليك، عيني على ده. ليه عيني على ده؟ لان ده بيمثل لي مين؟ ايوه قول، ها برافو عليك، اوبكوت. يبقى انا دلوقتي حاليا كل اللي حصل ان اول ديجيت البي سي كان فيه 300، يروح البروسيسور يحمل الحاجه اللي موجوده عند ال 300 يحطها في الاي ار، وبالتالي طبعا في خطوه هنا انفولفد لكن مش هنتكلم عليها او بنبسط الموضوع. اكيد البروجرام كاونتر ده القيمه اللي فيها تروح في الميموري ادرس ريجستر. ما حد ممكن يقول لي يا دكتور هو الوقت فين الميموري ادرس ريجستر؟ مش انت قلت لنا ان الانترفيس ما بين البروسيسور وبين الميموري بيتم من خلال تو ريجستر، الميموري ادرس ريجستر والميموري بفر ريجستر في النقل والعنوانه. بس عد الخطوه دي عشان خاطري. اوكي، البي سي دلوقتي في 300، يبقى المفترض ال 300 دول البروسيسور بيروح يرميهم للميموري ادرس ريجستر بقى، والتفاصيل اللي احنا قلنا مش هنقولها، لكن في الاخر ال 300 دول هيروح البروسيسور يفيتش الكونتنت اللي عند ال 300 اللي هو 1940 بقى موجود في الانستراكشن ريجستر. اول 4 بت فيه على حسب الكمبيوتر اللي معانا هم عباره عن الاوب كود. كويس جدا. طيب البروسيسور راح عمل ديكودنج بالاستعانه بالانستراكشن ديكودر، وكمان فهم ان الامر ده عباره عن مين بقى يا معلم؟ عباره عن لود اي سي فروم ميموري. ممتاز جدا. نغير لحضرتك كده اللون ونروق عليك، ناخد لون تاني اهو. طيب يبقى انت دلوقتي لما رحت تقول له هات لي بقى رقم، اعمل لي عفوا لود اي سي فروم ميموري، يعني روح هات من الميموري قيمه حطها في الاكيوميليتور. الله ينور عليك. طب انت هتروح فين في الميموري؟ عند ادرس معين. طب فين الادرس يا وحش؟ هو الادرس ده. للتبسيط بس رجع الادرس ده مكانه اللي هو 9، انا اسف 940. يبقى انت بتقول له لود فروم، لود اي سي فروم ميموري، يعني روح الى اللوكيشن، اذهب الى اللوكيشن 940. راح للوكيشن 940، حمل القيمه اللي هناك اهو، انقلها فين بقى يا ريس؟ انقلها على الاي سي اهو. راح هناك ونقل القيمه دي زي ما حضرتك شايف، نقلها عند مين؟ للاي سي ريجستر. دي ريجستر من ضمن السي بي يو. ولان البي سي بتاع حضرتك عباره عن 300، ولان كل امر بالنسبه لنا عباره عن 2 بايت، اوكي، ايه اللي حصل بعد شويه؟
ولان الميموري بتاعتك بتخزن 2 بايت، فاصبح ان عشان انتقل من مكان لمكان كاني بنتقل 2 بايت، لاحظ دي، والامر اصلا 2 بايت، فانا محتاج بس ايه ان انا اغير او اضيف رقم واحد بس، فاصبح البي في 301 عشان يشير لعنوان الامر القادم. يبقى خلصنا الخطوه دي، اوكي. اصبح الوقت حاليا البروجرام كاونتر 301، البروسيسور بتاع حضرتك لما عمل فيتش وديكود فهم ان يحمل محتوى 940 في الاكيوميليتور ريجستر، وما زال الاي ار ب 1940 اللي هو الامر الماضي. الخطوه الجايه البروسيسور هيبدا يبص على الامر بتاع الاي ار بنفس الطريقه. طب تعالى يا ريس، الاي ار اهو الامر الجديد، ما هو عند 301 هيحمل ال 301، وبالتالي لما تروح تحمل اللي عند ال 301 هذا الميموري، الامر اللي عليه الدور في التنفيذ هو 5941، يبقى هيعمل ايه بقى؟ هينقل الامر ده، ينقله فين؟ اهو تعالى اقول لحضرتك بلون تاني كده، هناخد اللون الحلو ده، ناخد بقى مين؟ ناخد ال 301 ده المحتوى اللي هناك انقله في الاي ار اهو. ويجي بقى في الاي ار يعمل ايه؟ نرجع بقى نقول والله تعالى نعمل ديكود عشان نعمل اكسكيوت. لما يجي يبص على الخمسه دي يا ريس، يلاقي الخمسه دي عباره عن ايه؟ ها ده اتفقنا عليه، عباره عن ال 1 ديجيت الخاصه بالاوب كود اللي هي 01، انا اسف، 0101، دي الخمسه. طب 0101 ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن اد تو اي سي فروم ميموري، يعني اجمع على الاكيوميليتور فروم ميموري، اجمع على محتوى الاكيوميليتور. ما تنساش ان محتوى الاكيوميليتور فيه الكونتنت او الرقم اللي عند ال 940. طب وانت هتجيب من الميموري، دي خطوه مركبه بقى، يبقى هجيب من الميموري واجمع على الاكيوميليتور. طب هتجيب من الميموري منين؟ من عند ال 941 اللي بيشاوروا على الادرس. يبقى اروح عند ال 941 اجيب المحتوى اللي هناك اهو، ده المحتوى اللي هناك، اجمعه على الاكيوميليتور. والخطوه دي عباره عن جبت اللي في الاكيوميليتور اهوت اللي كان موجود قبل كده، كان كام الاكيوميليتور؟ كان عباره عن 003، هجيبه. وبعد ما جبته هروح اجيب اللي موجود في ال 941 الاقيه ب 2، فاجمع القيمتين بعد ما سحبت اللي في الميموري ب 2، واللي كان موجود في الاكيوميليتور كان 3، اسحبهم مع بعض اجمعهم يديني 5. طب والمحتوى بيتكتب فين؟ المحتوى بيتكتب على مين بقى؟ المحتوى بيتكتب على الاكيوميليتور تاني. الامر كان بيقول كده ليه؟ لان الامر بيقول اد تو اي سي، ناتج العمليه اوتوماتيك باي ديفولت، هتاخد اللي موجود في الاي سي تجمعه مع الميموري وتكتبه تاني في الاي سي، فاصبح محتوى الاي سي بكام؟ ب5. بعد كده يا ريس ارجع على الامر اللي عليه الدور في الترتيب. بعد ما كنت شغال بي سي ب 301 اصبح شغال على 300 وكام؟ و2، ده الامر الجديد. وبالتالي الامر الجديد اللي عليه الدور في التنفيذ عنوانه 302، يبقى 302 اهيت موجوده مع حضرتك. هيروح يسحب الامر اللي عند ال 302، الامر ده موجود فيه 2941 اهو، خده نقله هنا. اوكي؟ لما نقل الامر ده باللون بقى، نجيب لك لون حلو، ناخد اللون الجميل ده ونرجع تاني، او بلاش ده عشان استعملناه قبل كده، ناخد اللون مثلا ده. اوكي تعالى بقى دلوقتي نتكلم في نقطه مين بقى الامر دلوقتي 302. قلنا 302 عنده 2941 اهو، خدنا ده ونقلته في الانستراكشن ريجستر. بعد ما نقلته في الانستراكشن ريجستر يروح يعمل له ديكود ويفهم مين بقى؟ يفهم الاثنين دي يا ريس. حلو جدا. طب الاثنين دي عباره عن ايه يا ريس؟ الاثنين دي عباره عن، لما تروح تبص على الاثنين، الاثنين دي اللي هي عباره عن 0010 بالباينري، اللي هي مين؟ اللي هو ده. وده عباره عن ايه؟ ستور اي سي تو ميموري. خد بقى اللي موجود في الاكيوميليتور حطه في الميموري. وبالتالي هيحطه فين في الميموري؟ هيحطه عند 941. وبالتالي ياخد اللي موجود في الاكيوميليتور اللي هو ناتج الجمع بتاع حضرتك ويحطه في الميموري عند 941. البرنامج البسيط اللي قدام حضرتك ده ورالك بشكل ما يعني ايه بتتعامل مع ارقام باينري، بتتعامل مع انستراكشن، بتتعامل مع ديتا، بتتعامل مع ديكودنج. شفت الشفرات او الاوب كود اللي موجوده في البرنامج، شفت شكل الانستراكشن فورمات، شفت شكل الديتا، شفت السيكونس، وان البروجرام كاونتر بيتحرك من قيمه لقيمه اخرى، عرفت الانستراكشن بتاعك بيتفك في بايت ولا في 2 بايت،
كل ده برنامج مهم جدا، اتمنى من حضراتكم تفهموه بشكل كويس. اليوم بشكل ما غطينا الجزء الخاص بالانستراكشن فيتش اند اكسكيوت. ان شاء الله اتمنى المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، وان عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب. وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان. شكرا جزيلا، ونلتقي بكم في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.